طيب خلينا نروح مع حضراتكم للإمارات اللي عملت تطبيق إلكتروني بيساعد الأسر المغتربة اللي من نفس الثقافة إن هم يتعرفوا على بعض وإنهم كمان يبدأوا يعملوا حسابات لأولادهم وأطفالهم على الأبليكيشن ده عشان يلعبوا ويتعاملوا ويتفاعلوا مع أطفال من نفس الثقافة ونفس العادات. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ظهر تطبيق يساعد الآباء على إنشاء حسابات لأبنائهم لتشكيل صداقات مع آخرين يمكنهم اللعب معهم. تطبيق بلاي ديت مقره دبي ويتيح للوالدين إنشاء حسابات لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واثني عشر عاماً وإنشاء ملفات تعريف لأطفالهم بناءً على لغتهم واهتماماتهم وجدولهم الزمني، ويبدأ المستخدمون في البحث حتى يجدوا عائلة أخرى يناسبها موعد اللعب الذي يريدونه. توصلنا إلى مفهوم الأسرة لأنه إذا فكرت في الأمر فعندما تحدد موعداً للعب فأنتما أسرتان مختلفتان تلتقيان معاً، لذا فإن أحد تحدياتنا أو نوع آخر من الملفات الشخصية التي نراها هو العائلات التي تريد أن يتعلم أطفالها لغة جديدة أو تريد منهم التمسك بأصولهم، لذلك تريد منهم أن يتعلموا نوعاً ما لغتهم الأصلية، ويمكن أن يكون الأب هو من يحدد موعد اللعب. إنه عام 2022، الآباء يحددون مواعيد اللعب أيضاً، وهو أمر صعب على الآباء، وهذا هو السبب في أننا صممناه كتطبيق من عائلة لعائلة. I was introduced to Playdate على one of the Facebook moms group. وعملنا واتساب group and we met a couple of times, so it was easier to meet new moms. لأنه كتير صعب أنا بالنسبة إلي كان أنه صحباتي يا أما أولادهم كتير أكبر أو كتير أصغر، فهيك أنه عمل زي كأنه فلتر على الأيج تبع الناس اللي نطلع معها شوي أكتر، وكانت أسهل أنه نتعرف على مامز جديدة بإنترست معينة زي الإنترست تبعونا عشان نفيد أولادنا بهذا الموضوع. من أهم ما يميز التطبيق هو التعرف على العائلات والأسر التي تتشابه في أسلوب التفكير وتربية الأبناء، وكذلك يساعد الأمهات على اتباع أساليب تربية مختلفة تخلق حالة من التواصل بين الأبناء وأصدقائهم.